الدم هجمة خطيرة. يتقدم البسام الآن من مرمى فريق الياسمين من دون أي مضايقة. لن أسامح نفسي إذا تمكن بسام من هزيمتنا. هيا لننقص هذه الهجمة. سترى أوقفوا، سأتصدى لك يا بسام. أنت يا ماجد. أقول هيا سدد. هل سينجح صغير الفرح في التسديد؟ قدم قدم. يا لشدتي هذا الألم. يا إنها لي. تبعها يا رعد، تلك هي فرصتنا الأخيرة. أسرع. الله وليد، مستحيل، هدف الفوز. لا أظن ذلك. لا لا داعي لها. خذ. حسنا. إني أقدر حجم ألمك يا وليد، وأقدر أيضا صبرك وشجاعتك. لن تضيع جهودك السدني. ساعدوا غريب. يحث ماجد الخطى نحو المرمى، ولم يبقى من زمن المباراة إلا نصف دقيقة. سأمرر الكرة إلى بسام قبل انقضاء الوقت. أصبحت هذه الكرة ملكي وحدي، لن يمسها أحد ما لم أحرز هدف الفوز. نتقابل الآن نجمان المباراة وجها لوجه. إنها الجولة الأخيرة بيننا في هذه البطولة. لن تحول بيني وبين الفوز مهما بذلت من جهد. لقد احتدمت المواجهة. هل تظن أنك أقوى مني؟ انتهى أمري. حسناً. لن أفرط الفوز من أجلك يا وليد، ومن أجل فواز وياسين أيضا. من أجلكم جميعا سأحرز الهدف الأغلى. لا عاد إليكم من جديد.